اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان ريل استيت اللي بيقدم لحضراتكم الجدعان في السوق العقاري المصري. النهارده هناخد حضراتكم في زياره الى محافظه البحر الاحمر، هنرصد واحد من اهم الاسباب اللي جعلت هذه المحافظه السياحيه تشهد نشاط سياحي وعمراني غير طبيعي. السبب باختصار شديد جدا هو الحفاظ على البيئة والحياة البرية. أما من يقوم بهذا الدور فهي جمعية هبكة لحماية البيئة والحياة البحرية داخل محافظة البحر الأحمر، جمعية أهلية عظيمة جدا وغير هادفة للربح، ونفذت العديد من المشروعات الهامة جدا داخل محافظة البحر الأحمر لحماية البيئة والحياة البحرية. ويكفي أنها نجحت في تركيب حوالي 1400 شمندورة في قلب البحر الأحمر حتى يمكن للمراكب السياحية أنها تتربط فيها. خلي بال حضراتكم، المراكب كانت بترمي الهلب بتاعها في قلب قاع البحر الأحمر وكانت بتدمر الشعاب المرجانية. المتر الواحد من الشعاب المرجانية بيكلف مصر 30,000 دولار. كمان خلقت مناطق للغوص داخل البحر الأحمر حتى يمكن تخفيف العبء البيئي على مناطق الغوص الحالية، يعني لو في منطقة متحدد لها الحمل البيئي بتاعها 22,000 غوصة، اللي بيحصل إن عدد مرات الغوص بيتجاوز 200,000 غوصة. فتخيلوا حضراتكم حجم العبء البيئي اللي بتتحمله هذه المناطق وكائناتها البحرية. كمان هي بتحارب الصيد الجائر ونجحت في تنفيذ مشروع عملاق جدا لتدوير المخلفات الصلبة في كل أنحاء محافظة البحر الأحمر، بيستقبل يوميا حوالي 500 طن من كل أنحاء محافظة البحر الأحمر ويعيد تدويرها. كمان في مرسى علم نفذوا مشروع عظيم جدا لإكسار المحار الخاص بمحافظة البحر الأحمر، محار عجيب جدا وألوانه مذهلة، وهو مشروع بينفذه الدكتور محمود حنفي أستاذ الأحياء البحرية، عالم جليل جدا، ونجح في إكسار هذه المحاريات اللي بيسموها بصر، هذا هو الاسم العلمي لهذه المحاريات. مشروعات عديدة جدا نفذتها جمعية هبكة وهنتعرف عليها النهاردة من خلال زيارة برنامج الجدعان ريل استيت لمحافظة البحر الأحمر. خليكم معانا. الحفاظ على البيئة والحياة البحرية من أهم مقومات النهوض بالقطاع السياحي والعقاري في محافظة البحر الأحمر، لأنها تعتبر من أهم المحافظات اللي بتشهد إقبال سياحي وإشغال فندقي طول السنة. بجد مش بتلاقي فيها غرفة فندقية إلا بمبلغ محترم في الليلة. كمان هي أكبر محافظة اتحقق فيها مفهوم تصدير العقار بحذافيره، لأن الأجانب بجد بيعشقوا الإقامة في محافظة البحر الأحمر، وخصوصاً في مشروعات الجونة وسوما باي ومرسى علم وبورتو غالب وغيرها. وما فيش جدال إن التعدي على البيئة بشكل عام والحياة البحرية في محافظة سياحية زي البحر الأحمر جريمة في حق ثرواتنا ومواردنا الطبيعية، وإحنا بنسيء للأسف استخدامها، وبالتالي حمايتها مسؤولية في رقبة الجميع، مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية وكل مواطن على أرض مصر. النهاردة هنزور مع حضراتكم محافظة البحر الأحمر عشان نقابل الجدعان في جمعية هبكة المتخصصة في حماية البيئة والحياة البحرية في محافظة البحر الأحمر، وهي جمعية أهلية غير هادفة للربح، تأسست سنة 1992 وتم إشهارها سنة 1995، يعني عمرها النهاردة تقريباً 30 سنة. وبجد
نفذت مشروعات كبرى لحماية البيئة والحياة البحرية في محافظة البحر الأحمر وأشاد بيها العالم. وبالمناسبة، من أهم المشروعات اللي نفذتها جمعية هبكة في محافظة البحر الأحمر تركيب حوالي 1400 شمندورة لربط المراكب السياحية في الغردقة لحماية الشعاب المرجانية، اللي تدمير متر واحد منها يعني خسارة $30,000، ومشروع ضخم لتدوير المخلفات الصلبة والمتحف العسكري الغارق ومتحف البحر الأحمر في مرسى علم، بخلاف مشروع تفريغ محار البحر الأحمر إلا ألوانه مذهلة فعلاً، وتفرد بتفريغ أنواع نادرة على مستوى العالم، إلى جانب حملات لا تنتهي للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وكائنات البحر الأحمر زي الدلافين والقروش والدوجونج والسلاحف البحرية اللي بيحاول البعض اصطيادها للأسف. وبسبب المشروعات دي كلها اللي أصبحت نموذج عالمي في حماية البيئة والحياة البحرية، اتكرموا من كل المؤسسات الدولية. تعالوا في البداية نتوجه لمرسى علم، وتحديداً مركز هبكة البحثي في بورتو غالب، واللي بيقوده الدكتور محمود حنفي، أستاذ الأحياء البحرية في جامعة قناة السويس ومستشار جمعية هبكة العلمي، وهو عالم مصري جليل جداً وبيبذل مجهود عظيم لرعاية كائنات البحر الأحمر وتفرخها وإكسارها وحمايتها من الافتراس والصيد الجائر، وهو أول من نجح في الشرق الأوسط في تفريخ محار البحر الأحمر العملاق، وتمكن من إكساره وإنتاج 4 أنواع نادرة من المحار بألوان مذهلة. والمبهر فعلاً أنه بيحتفظ بأمهات المحار أو البصر العملاق، ده اسمه العلمي، في شق زلزالي أصاب منطقة البحر الأحمر من حوالي 18,000 سنة، تخيلوا، والمحار بيرعاه في أعماق بتصل لـ8 متر في قلب الشق الزلزالي. احنا دكتور دلوقتي واقفين في شق بركاني عمره 18,000 سنة، الشق ده فيه مية، المية دي جواها كنز اسمه المحاريات. حضرتك المستشار الأول العلمي لمحافظة البحر الأحمر، الاستشاري الأول العلمي لجمعية هبكة المتخصصة في الحفاظ على البيئة في البحر الأحمر، وده في إطار شغلنا. كنز كبير جدا حضرتك قدرت تتفرخه تربيه عشان تحافظ عليه من الاستنزاف اللي كان بيحصل، وكمان صدرته لكل العالم، برافو بجد. لا خليك طبعا. افهم بقى اللي احنا شفناه، الوحش اللي طلع من المايه ده كان ايه؟ المحاره الكبيره دي وازاي بتحولها لمحاريات متعدده، وازاي السوق اللي بره عرفك؟ افهم. هذا الموضوع بدا بفكره بسيطه جدا، اللي هي ان احنا كفايه رصد فقط، ولكن لازم نتدخل علشان نقدر نساعد البيئه انها ترجع لوضعها الطبيعي. صحيح. احد الحاجات دي اللي هي موضوع ما يعرف باعاده التاهيل او الريستوريشن. الريستوريشن ده متطلب حتى دولي على مصر طبقا للاتفاقات الدوليه، ان احنا يجب ان احنا نعمل ما يعرف باعاده تاهيل للانواع المهدده بالزوال نتيجه الانشطه او الاستخدام المفرط او الصيد الجائر. بدانا بخيار البحر اللي هو استنزف في خلال 4-5 سنين بقى غير موجود الانواع الاقتصاديه، لأن التجارة بتاعته في جنوب شرق أسيا بقت رهيبة جدا، أسعاره بقت غالية جدا، كله اشتغل فيها لعند ما اختفى. بالنسبة للبصر بدأنا بالبصر ده من أنواع اللي هي المحاريات. اللي هي المحاريات. طب لا أرجع بس عشان خيار البحر ده احنا مهتمين بيه جدا ومقرب من البحر الأحمر. قدرنا نفرخه ونقدر نرجعه تاني؟ نقدر نفرخه ونرجعه تاني. ده ملايين الدولارات. لا نقدر. نقدر لو احنا عندنا برنامج لإعادة تأهيل وعندنا برنامج اوريدي، بس ما عندناش. المشكلة الرئيسية اللي واقفة في طريقنا دلوقتي هي عدم وجود أمهات موجودة في البيئة. يعني مفروض ان انا عايز بعض الأمهات للأنواع اللي انقرضت دي عشان نقدر نفرخ، زاد عايز مساحة اكبر من اللي احنا فيها دي. تجيبها منين بقى الأمهات؟ هل من جوه البحر الأحمر ولا الطبيعة؟ من اي بحر فيه خيار؟ الطبيعة اذا ما كانش كده ممكن نجيبها من بره، بس من منطقة من اقليم البحر الأحمر على الاقل. ممكن نلاقي في السودان، ممكن نلاقي في جنوب مصر. فهي عايزة مساحة اكبر من اللي احنا فيها. عايزة تمويل، عايزة عشان مراكب وناس تقعد في البحر وناس تنزل. لا هو المصاريف الأساسية مش في تجميعه، المصاريف الأساسية في عملية تفريخه وتربية اليرقات لعند ما توصل للأطوار اليافعة، وبعدين أبدأ أرجعه في البحر تاني وهكذا ومتابعته. طب إيه الأنواع المطلوبة في خيار البحر؟ في 5 أنواع موجودة في خيار البحر. في النوع اللي هو اللي اسمه سكابرا بيقولوا عليه الرملي، ده هو ده اللي بندور عليه.
لأنه ده معروف التكنيك بتاع إنتاجه ومعروف طرق إنتاجها، فممكن نحن نطلع كميات كبيرة. وعليه طلب؟ عليه طلب جدا، ده أعلى حاجة. القصة كلها أن أنا يعني هو أنا بفكر كمشروع تجاري فقط؟ لا، ده مش مشروع تجاري فقط، ده موضوع إعادة اتزان للبيئة البحرية. صحيح، لأنه هو اختفى تماما. إحنا يهمنا في الهبكة كلمة إعادة الاتزان، وبعدين الجزء الثاني الاقتصادي الأساس فيه مش هو أن أنا أعمل أرباح ضخمة، الأساس فيه أن أنا أجيب تكلفة أو المبالغ اللي ممكن تغطي تكلفة الإنتاج. البصر اللي هي المحاريات أنا شايف ألوان كتير بديعة جدا، سبحان من خلقها، سبحان من خلقها. حضرتك منين فكرت أن احنا نبدأ مشروع ضخم زي ده بهذا الكم الهائل من المحاريات؟ أنت عندك قد إيه النهاردة؟ أنا عندي فوق بالنسبة للحاجات الكبيرة عندي فوق 80,000، الحاجات الصغيرة عندي فوق 200,000. اشتغلنا عليه ليه بقى؟ أفهم. هي البداية زي ما قلت لحضرتك فكرة إعادة تأهيله تاني، لأنه بدأ يتجمع. وعلى فكرة كل ما يزداد الصيد وتقل المخزون الطبيعي للأسماك، الناس بتتجه لمصادر أكل تانية أو مصادر غذاء تانية. يعني كان منطقة البحر الأحمر لا يستخدم أو لا يستغل البصر أو الترايدكنا كمصدر الغذاء أبدا، ولكن لأن ما فيش سمك دلوقتي فبدأوا يتجهوا أنه يأكلوا البصر، يأكل الحيوان اللي جوه، الحيوان اللي جوه المحار، وبياخد المحارة اللي جوه يتاجر فيها، يبيعها للسايح يستخدمها كطفاية. ودي من أخطر الحاجات، لأن البصر ده بيلعب دور كبير جدا توازن الحيود المرجانية والتوازن البيئي للحيود المرجانية. وأقول دايما وأحب أقول في برضو برنامج حضرتك أن الحيود المرجانية اللي موجودة في مصر قد تكون آخر حيود مرجانية موجودة في العالم، طبيعية طبيعية موجودة في العالم، المرجان بتاع البحر، نظر لقدرته الكبيرة على التحمل بتاع ظروف تغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة، فبقت يعني قضية الحماية حمايته بكل مكوناته بقت قضية قومية أولى، مش قومية وبس، ده بقت قضية إنسانية. من الناحية الاقتصادية ده حاجة بقى حدث ولا حرج، يعني المتر الشعابي الواحد في البحر الأحمر بيدخل في أماكن الغوص بيدخل 300,000 دولار لمصر في السنة، المتر الواحد. المتر الواحد؟ آه، عشان يتدمر ممكن يرجع بعد 100 سنة. فهمنا يعني الحيد المرجاني. الحيد المرجاني هو عبارة عن حيوان المرجان أو حيوانات المرجان بتعيش في شكل مستعمرات ضخمة جدا، وبعدين بتبني زي حيطة زي اللي احنا منها دي، يعني ده عبارة عن حيد مرجاني قديم، الماء اتحصلت عنه، هو كان حيد مرجاني وكان فيه أسماك وشعاب والدنيا كلها اللي ورانا واللي قدامنا كل ده. اه ده كله عمله يعني حيوان، مش جبل مشوق، دي شعاب مرجانية. ده شعاب مرجانية بس اتشقت. يعني ده شعاب مع الزلزال اللي حصل من 18,000 سنة ده. بالظبط، لكن دي في الأساس كانت عليها بحر وكانت شعاب مرجانية حي. ما ليه يقولوا ان دايما سواحل البحر الأحمر ناحية مصر سواحل صحراوية ما فيها سمك؟ ما دي من النقط المفروض داخل سمك. ده حقيقي، البحر الأحمر في مفهومه بحر فقير جدا، وانا حتى بقول دايما للطلبة بتقول البحر الأحمر ده عامل زي الصحراء الغربية. ليه؟ لأن المية، قدرة المية على إنتاج مادة عضوية حية هي اللي بتحدده. زي الأرض الصحراوية ما بتنتجش زرع، لكن أرض الدلتا بتنتج زرع كتير. ليه؟ عشان فيها المخصبات، الأملاح المعدنية اللي بتطلع النبات. البحر الأحمر ما فيهوش الكلام ده، لكن في حاجة واحدة بس اللي هي الشعاب المرجانية اللي أنا بقول عليها إنها واحة صغيرة في وسط صحراء ضخمة هي اللي بتنتج كل حاجة، فبالتالي الحفاظ عليها ده واجب علمي بيئي إنساني ثقافي أخلاقي زائد اقتصادي. مساحتها كم من مساحة البحر؟ لا تتعدى 1 من 10,000%. ياه، وباقي البحر ده كله بيعتمد على شوية الشعاب، على الواحة الصغيرة دي. دكتور في 2017 حضرتك بدأت المشروع العظيم ده، وكنا احنا شهود عليه برنامج جدعان لما زرنا حضرتك هنا وفهمنا يعني ايه مشروع لإكسار المحاريات المهددة بالانقراض أو اللي بيحصل عليها صيد جائر. بالظبط. وصلنا لإيه النهاردة وإيه الأنواع اللي عندنا وفتحنا الأسواق إزاي؟ احكي لنا المشوار ده. احنا فرخنا اربع انواع من الترايدكنا او البصر، اللي هي قول لنا انواع عشان الناس تسمع ان في ناس بره عايزه تستورد الكلام. ترايدكنا ماكسيما اللي هو ده نوع مهتمين بيه جدا. الوانه ايه؟ الوانه كل الالوان، بس هو اجمل ما فيه اللون الازرق. اللون الازرق، اللون الازرق بيبقى فيه كتير وده اللي مطلوب للاسواق. وبعدين في اللون البني واللون الاخضر واللون اللي هو يعني ميكس عبارة عن بني على أزرق بني على أخضر المختلط ده. مختلط ده. عندنا بعد كده الترايدكنا اسكواموزا. اسكواموزا اسكواموزا ديت بتبقى معدلة نموها أسرع شوية من الماكسيما
ولكن بتدي نفس الألوان، لكن القضية أسرع في النمو سنة، لكن وجود الأزرق ما بيبقاش زي المكسيمة، المكسيمة بيبقى الأزرق بتاعها أجمل. بعدين عندنا الترايدكنا كوستاتا، ودي كان بتعتبر أنها حاجة انديميك يعني عايشة في البحر الأحمر بس، لكن هي برضو سجلت في أماكن في منطقة الهندي والهادي بس مش بكثافات طبعا، معدلة نموها سريعة جدا. لها قد ايه بقى سريع بتحرك؟ عشان انا عارف يعني السريع هنا ممكن سنتين ثلاثة. لا لا ممكن يوصل 5 سنتي، اللي هو يعني معدلات التسويق والأحسن تسويق اللي هو فوق 5 سنتي. يعني كده تقدر يعني يبقى 5 سنتي فيما فوق، ياخد له مثلا سنة وثلاث شهور، سنة واربع شهور وتقدر تصدر. اقدر اصدر، اصدر. يعني كده بربي دنيس واروس يعني. لكنها مزرعة دنيس واروس. ممكن اصدر. ممكن ارجع سنتين كمان. اللي هو الهدف الاساسي مش عايزين ننسى ان انا بعمل اعد تأهلها بعدها في المياه تاني لأنها اختفت من أماكن كتير. النوع الرابع اللي هي النوع مترادكنا روز، هو كده اسمها روزة، وده بس معدلة نمو بطيئة جدا فمنتجوش كتير، يعني جربناه بس في التفريخ يعني على أساس أن احنا عادة إكسار، لكن ما مش هم التلاتة الأساسيين دول اللي احنا بنتجهم هنا دلوقتي. الشغل ده ازاي نطوره؟ ازاي ان يبقى فيه عدد أكبر من كده؟ ازاي يبقى عندنا ملايين من المحارات عشان تقدر حضرتك تنفذ الشغل الانساني اللي بتعمله انك ترجعه للبحر تاني؟ وهل مسموح لك بكده ولا لا؟ هو طبعا احنا يعني لو انا على الامكانيات اللي موجوده حاليا ممكن ان انا ارجع البحر 50-100 ألف كل سنه، مفيش مشكله خالص. ما بتعملش كده ليه؟ هو منتظرين، احنا دلوقتي بنتناقش مع وزاره البيئه منذ فتره يعني على اساس ان احنا نمضي نوقع بروتوكول، لان هي كجهه مسؤوله معاها ان احنا نعيد تاهيل الاماكن اللي تم صيدها. بترجع كائن بحري لمكانه تاني؟ ده كمان اتفاقات دولية بتجبر مصر انها لازم تعمل اعادة تأهيل للانواع اللي تم استنزافها. فتحنا الاسواق ازاي؟ ازاي امريكا عرفتنا وتايوان وشرق اسيا والصين ان احنا بنربي هذا الكائن المحاريات دي بانواعها الاربعة، وفتحونا الابواب عشان نصدر لهم؟ لان ده زينة جميلة او في البيت، انها هو مش ممكن يستخدموها يحطوها في البحر عندهم ويعملوها اكثر؟ ما عملوش اكثر، لازم ظروف بالبحر الاحمر، ظروف زي البحر الاحمر بس. طبعا زي لازم ظروف اللي هي استوائيه او تحت استوائيه، يعني لو ارجعها للبحر تاني. لكن انا ممكن اصدر مثلا لو السعوديه عايزه اصدر الاف لها، لو عايزه انها اختفت وعايز تعمل اعاده تاهيل ابعت لها طبعا. لكن هو ده الاساس، لكن عشان ننمي البحر الاحمر بتاعنا بالظبط. يعني يبقى من سواحلنا ومن سواحل المملكة العربية السعودية كل منطقة البحر الأحمر، حتى لو منطقة برضو المحيط الهادي والهندي ممكن ان انا يعني لو عاد التأهيل ممكن يبقى مصدر لده. وانا موجود هنا كل اللي شايفهم من اهل القصير، طبعا هم مولودين في المية، دي ناس اهل بحر. تمام. ولعيبة ده بيكلمك بيقول لك المحارة الكوستاديدة مش عارف عاملة ازاي. ايه عم ده حافظ اسمها اللاتين؟ انا مش عارف احفظه. من اكبر الحاجات اللي انا بشوف انها انجاز ان انت بتجيب واحد مش متعلم، ما درس في كليات، ولكن بيقدر يقوم بالدور ده من اوله لاخر، وبتكنيك جديد ما دخلش مصر قبل كده، وانا سعيد بيه. وعلى فكرة جبت ناس متعلمين هنا. من شوف احنا لابسين ايه وهو نزل ميه في عز التلج عشان يطلعنا عشان يفرجنا على المحاره، وعمال اطبخ ميه في وشه وعمال يضحك. ايه الحلاوه دي؟ ايه الناس دي؟ وعلى كده ده دكتور بقى اديت لهم النهاو بتاع الشغلانه كله. انا متاكد المجموعه دي يقدروا يعملوا التفريخ ويعملوا كل حاجه لوحده. ده الاسلوب الوحيد لادخال استزراع السمك في البحر. استزراع السمك ده كصناعه محتاج 3 مقومات رئيسيه. نمره 1 وجود ذريعه خلاص للنوع اللي هزرع. نمره 2 النهاو والتكنيك اللي هزرع بيه. نمرة 3 السوق خلاص؟ تمام. نمرة 1 ده مش موجود في البحر الأحمر. هجيب ذرية بحر أحمر منين؟ ما أنا هجيب دنيس وأروس. ممنوع. إحنا ربنا مدينا التنوع البيولوجي هنا في البحر الأحمر ذات قيمة عالية جدا. فأدخل عليه نوع من الصناعة يدمره، اللاجونات اللي اختيرت كأنها مزارع سمكية لا تصلح. البحر الأحمر مياه فقيرة. فقيرة ما فيهاش غذاء. يبقى لازم عشان اعملها احط سماد زي ما بيعملوا في المزارع السمكيه. وسط الدنيا دمرت الكوره، دمرت المرجان. انت بتصدر يا دكتور المحاره اللي قد كده دي بكام؟ بتوصل حوالي 10 دولار. 10 دولار. وكل الاسواق عارفه الحركه اللي بتنتجها الوحيد في العالم صح كده؟ الكوستات انا وكله طلب عليك انت. في طلب عليا بس في السوق، في منافسه عاليه في السوق، في جنوب شرق اسيا بينتجوا، في بس في نوع بينتجوا اللي هو الكوستات ده بتاعنا احنا بس. الكوستات ده بتاعنا احنا بس بالظبط. صح كده؟ ومنفردين بيه على مستوى العالم بالظبط.
اساعدك ازاي؟ قول لي بقى ايه المطلوب مننا عشان نفرخ سمك ونزرعه؟ لا، تفريخ السمك ده محتاج مشروع بحثي جاد يتعمل. حجم استثماراته قد ايه؟ انت محتاج تعمل مفرخ، اولا مفرخ تجريبي، فقط تجريبي لهذه الانواع. المفرخ التجريبي ده يعني صعب جدا احسبه اقتصاديا، بس على الاقل احنا بنتكلم في 2 مليون دولار ولا حاجه. 2 مليون دولار؟ ده ولا حاجه. 2 مليون دولار نعمل مفرخ لاسماك البحر الاحمر ومفرخ منه في خلال قد ايه؟ يعني الابحاث دي تخلص في قد ايه؟ الابحاث دي تخلص تاخد لها 3 سنين على الاقل، 3 مواسم على اساس ان انت تجرب تجرب تجرب. وقتها نقدر نعمل واحنا مطمنين منصات العالم ما يعترضش علينا. اي سمكه تنجح معانا ممكن نعمل. انت قلت لي بقى الكشر والناجل اهو، دول سمكتين اصلا من اغلى اسماك العالم اصلا. الناجل يعني ده الناجل ممكن يتم، بس بعد كده هنفرخه هنربيه فين؟ هل هنربيه في قفص؟ عيب. وليه لا؟ ولو ربيناه في قفص علم هل هلاقي عليقه متناسبه من الناحيه الاقتصاديه؟ فبرضه دي محتاجه دراسه اقتصاديه. طيب المحاريات دي ازاي؟ المشروع اللي انا شايفه العظيم ده اللي احنا معمول فيه مركز بحث كبير جدا وقائم عليه عالم كبير بحجم حضرتك، ازاي ان احنا نكبره ونقدر ننافس شرق اسيا؟ هو احنا اللي موجود دلوقتي، انا لو انا السوق مفتوح ل 100,000 واحده ممكن اصدر 100,000 واحده، مفيش مشكله. انت بتصدر بكميه بامكانياتك المحدوده يعني النهارده. هو يعني حوالي 12-15,000 واحده في السنه. قيمتهم قد ايه دول؟ يعني قيمتهم مثلا 120-150,000 دولار. طب نساعدك ازاي برضو في موضوع المحاريات ده؟ لان ده مشروع كبير جدا، وهل ممكن ان في ناس تعمل المشروع ده مشروع خاص بها هي ونساعدهم في تصدير انتاجهم؟ لا، نساعدهم انه نساعدهم في ادخال التكنيك، لكن التصدير دول هم هيبقوا اقدر منه. هو شطرته صح كده؟ يعني المشروع ممكن نعمل مشروع يبقى مشروع كبير وندخل بقى في مش محاريات وبس. انت عندك الاسماك بتاع البحر الاحمر، بتاع الاسماك الشعاب المرجانيه دي، ممكن نطلع منها كميات كبيره جدا لغرض برضو اعاده التاهيل وحمايه المرجان وحمايه المحاريات. بالظبط كده. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي فرخته صح، السمك اللي بيجري الاصفر في الابيض الاسود ده ان احنا بنجمع اليرقات الصغيره بضوء وشبكه بالليل، وبعدين ناخدها نحطها في المعمل نربيها لعند ما تبقى حجمها كبير. لما تبقى حجمها كبير خلاص ما بتقاوم الايه الافتراس، برجعها تاني على الشعاب. ولو اتثبت على طبيعتها من غير على طبيعتها كل 10,000 واحده يتبقى واحده او اثنين. واللي حضرتك بتعمله بيعمل يتبقى ايه؟ يتبقى 8,000 واحده من 10,000، 80% نسبه ال يعني سهل. نحن نقدر نحمي الكائنات البحريه بتاعتنا كتير. خلي بال حضراتكم، الدكتور محمود حنفي أستاذ الأحياء البحرية في جامعة قناة السويس والمستشار العلمي لجمعية هيبكا المعنية بالحفاظ على البيئة والحياة البحرية في البحر الأحمر، نجح في تنفيذ متحف فريد من نوعه بيحكي قصة منطقة البحر الأحمر والقبائل اللي بتعيش في قلب جبال البحر الأحمر والكائنات البرية والبحرية. هو متحف عظيم جدا وتابع لجمعية هيبكا، وبيستهدف توعية السائحين وتعرفهم بتاريخ منطقة البحر الأحمر، وكمان تدريب وتثقيف طلاب أقسام علوم البحار بمختلف الجامعات المصرية والعالمية. وبجد متحف حديث وعجيب ومذهل للتعريف بالنظام البيئي والبيولوجي والجيولوجي في منطقة البحر الأحمر. تعالوا نقابل الدكتور محمود حنفي أستاذ الأحياء البحرية في جامعة قناة السويس والمستشار العلمي لجمعية هيبكا المعنية بالحفاظ على البيئة والحياة البحرية في البحر الأحمر، عشان نتعرف على مشروع المذهل لتفريخ المحار في مركز هيبكا البحثي. وبالمناسبة هو حلمه أن المحار أو البصر يرجع مرة تانية للبحر الأحمر ويشكل نقاط جذب جديدة لسياحة الغوص سواء في مصر أو السعودية لتخفيف الحمل البيئي على
على مناطق الغوص الحالية اللي بيزورها آلاف السائحين. وبالمناسبة هو النهاردة بيصدر لأمريكا وشرق أسيا حوالي 15,000 محارة عمر عام، هم فاهمين قيمتها، والعائد بالكامل بيوجه للأنشطة البيئية في البحر الأحمر. دكتور محمود حنفي، متحف عظيم جدا عن الحياة في البحر الأحمر ويستحق لقب متحف العجائب. ليه حضرتك أصريت على هذا المتحف؟ ومين اللي أنفق على إنشاؤه؟ عايز أعرف، في إمكانيات مهولة جوه. ده متحف بكل بساطة هو معتمد على عملية يعني الانتراكتيف اللي هو هو بيحكي لنا كل حاجة. بيحكي قصة البحر الأحمر والقبائل اللي عايشة فيها وكيف تكون البحر الأحمر، كيف تكون جيولوجيا، والكائنات اللي موجودة والنظم البيئية اللي موجودة فيه. فهو متحف تعليمي ثقافي. ده هيبكى اللي أنشأته؟ يبكى اللي أنشأته. والله ممتاز. في طلبة بيجوا أو ناس متخصصين علماء؟ طلبة وتلاميذ بيجوا. إحنا اللي عند الوقت علشان برضه يكون واضح إن إحنا لسه ما فتحناش المركز أو هذا المتحف بشكل رسمي. ليه؟ محتاجين برضه بعض النوع من التسويق، إضافة قدرات التسويقية عندنا. هل نعمله داخل الجمعية ولا نعمله نعتمد على الشركات اللي بره؟ فمجلس الإدارة أعتقد خد قرار إن هو يبدأ. محتاجين بعض الإضافات زي عمل متحف جيولوجي خارجي هنا، الصخور الموجودة في البحر الأحمر زيادة للتعريف، توضيب المنطقة دي، وإحنا شغالين فيها دلوقتي بنحاول نلقى موارد وإن شاء الله قريب نفتح. طب ليه ما يبقاش كل سائح يجي البحر الأحمر هنا لازم يجي يتفرج على الجمال اللي موجود جوه ده، ياخد معلومات قبل ما يبدأ رحلته؟ هو إحنا بيجي ناس كتير جدا نفتحه، بس إحنا فتحينه كعملية تجريبية نشوف موضوع قد إيه السائح اللي بيدخله مهتم بيه، قد ايه يقدر يدفع، على اساس ان احنا لما نجي نجمع برضه بعض الموارد الذاتيه للجمعيه نبقى عارفين ان احنا ما نسقلش على السائح اللي هيجي يبص عليه وهكذا. دكتور، ما اتكلمنا عن هيبكا وانشطتها، انتوا جماعه عظيمه جدا على فكره. هيبكا دي انا يعني انا من وجهه نظري دي يعني اعتقد يعني قضيت فيها معظم حياتي، لانها تجربه رائده جدا، واعتقد انها ما خدتش حظها من الدراسه والفحص على مستوى حتى القوم. هيبكا معروفه خارجيا يمكن اكتر من مصر. هيبكا دي جمعية بدأت ب 12 واحد شغالين في مجال الغوص، منهم حتى كانوا ضباط كبار من ضباطنا الكبار بتوع البحرية، بفكرة بسيطة جدا إن أنا المراكب اللي بتروح بترمي أنكر أو بترمي حلبة على الشعاب، وفي دراسة قال إن هو كل رمية حلبة بتكسر من 1-2 متر شعاب. فلما جت هيبكا بنيت على هذه الفكرة، بدأوا يحطوا بعض الحبال علشان المراكب ما ترميش، وبعدين بعد كده تطورت الفكرة اللي ما نعملش ديزاين او فكره نحل الرباط، بدانا نستخدم تكنيك معين، وبعدين بعد التكنيك المعين ده عملنا بتاع 100 شمندوره عند سنه 2000 مثلا، دلوقتي احنا عندنا 1400 شمندوره. انا النقطه بس اللي عايز اركز عليها ان ده مجهود كبير جدا، انا بشوفه من اهم المشروعات القوميه اللي عملتها الهيبكا، لانه ببساطه جدا المراكب تربط فيها لانه ده منعنا المراكب يرموا انكر، منعنا تدمير الشعاب المرجانيه بهذا الشكل. وانا بس علشان يعني نظهر للمشاهد قد ايه اهميه المشروع، ليه هي قوميه، ان كل رميه انكر من مركب ممكن تكسر من 1-2 متر. انا هفترض انها اقل قليل 1 متر. ال1 متر ده لو انا عندي 2000 مركب بيعملوا في البحر يوميا، المركب ممكن يستخدم الهلب ده 4 مرات، يعني على الاقل كل مركب هيكسر يومي 4 متر مسطح شعاب. ف2000 يعني 8000 متر مسطح شعاب ممكن يضيعوا من اصول مصر البيولوجي. لا، مشروع عظيم طبعا. قيمتها ايه بقى؟ القيمه الاقتصاديه لمتر الشعاب زي ما قلت قبل كده 300 دولار في السنه مضروبه في 8000، يعني انا بتكلم ان المشروع ده بيحافظ على 240 مليون دولار كل طلعه شمس من اصول مصر الجينيه. دخلنا في فكره المخلفات الصلبه، بدانا بمرسى علم كمدينه صغيره، وبعدين دلوقتي بنعمل مدينه الغردقه، بنشتغل من 400-500 طن من المخلفات يومياً بنجمعها. عندنا بس في الغردقة 100 معدة، من عربية مكبس لعربية صغيرة للودة. انت بادئ المنظومة من الجمع؟ يعني مش تدوير بس؟ لا، نظافة الشارع، تجميع المخلفات من الشوارع، تجميع المخلفات من الفنادق، وبعدين أخذ المخلفات دي وإعادة تدويرها. عندنا 640 واحد شغالين في هذه المنظومة. ده عايز أقول لك على حاجة، منظومة إعادة تدوير المخلفات الصلبة إذا رفعت الدولة الدعم عنها سقطت تماماً بسبب النبلاش. لكن إحنا هدفنا الأساسي نمرة واحد
هو الحفاظ على البيئة، لكن ما اخسرش لان انا لا اتحمل خسارة. طب قادرين تكملوا في المشروع ده، مشروع إعادة تدوير المخلفات؟ مكملين، بس احنا بنحاول بقى نحسن، يعني نحسن في دخلنا، نحسن علشان نقدر نصرف على المنظومة دي بالضبط، لانه اللي بيطلع من المنظومة حتى لو احنا عندنا ربح بيصرف فين؟ على الشمندورات، مشروع الرباط بتاع المراكب. أنا بجيب منين؟ 95% من المصاريف هذه طالعة من هبكة فقط. مشروع عجبني قوي حضراتكم نفذتوه صمداي، إحنا بنعشق البحر وبنعشق الدرافيل. عملتوا محمية كبيرة جدا وقدرتوا تحافظوا عليها، معنى كده إن إحنا في الحياة البحرية شاطرين قوي وبنعرف نحافظ عليها. نفذنا ده إزاي؟ أولاً فكرة صمداي دي علشان لو رحت هناك هو عبارة عن شعب مرجاني أو حيد مرجاني في وسط البحر عامل زي حيد الحصان. قطره لا يتعدى 500 متر، يعني هي منطقة محدودة جدا. بعيش فيها درافيل ممكن تكون في يوم 200-300 ممكن تكون في يوم زيرو، لكن هو ان افرج حوالي او في المتوسط حوالي 40 درافيل بيعيشوا هناك. بنينا دراستنا على هذا. طبعا بدعم المحافظة وبدعم وزارة البيئة احنا بندير هذا الموقع. لكن علشان بس نعرف قد ايه القيمة الاقتصادية للتنوع البيولوجي، ده مثل لكيفية استخدام التنوع البيولوجي وتعظيم الاستفادة من صمداي. ده تجربة رائدة. أولاً الدرفيل الواحد من دول حسبنا بدخل لمصر حوالي 92,000 دولار، ده كان سنة 2010. 92,000 دولار؟ الدرفيل الواحد يعني لو 25-20 سنة اضرب في 92,000 دولار، ده قيمته الاقتصادية. بجانب هذا الدرفيل الواحد خلق 15 وظيفة على الموقع ده، فيه 600 وظيفة. وعشان برضو يكون في الصورة، في بتاع 4 مواقع تانيين زي صمداي. دكتور خليني أسألك على حاجة، تدوير المخلفات الصلبة بينتج عنه مواد عدوية بتبقى بعد كده أسمدة زراعية، مخططكم إيه اللي تسويها؟ ده من أهم الحاجات اللي احنا عايزين نوصل بنسبة اللي احنا المرفوضات اللي ندفنها صفر. العضوي ده هنطلع منه الكمبوست أو السماد العضوي اللي عايزين نستخدمه إيه؟ في إنتاج زهور وورود وما إلى ذلك في الغردقة. وبدأنا عندكم صواب لإنتاجها؟ بدأنا هنعمل تجربة قريب جدا هنبدأ فيها. المحافظة خصصت لنا الأرض إن احنا نعمل منظومة. قد إيه بقى؟ الأرض خصصت لنا 10 فدادين كتجربة. حلوين لو صواب ده، لو صواب ده تغرقكم. ده صواب عشان نبدأ بيها التجربة بتاع إنتاج نباتات الظل والنباتات. كفاية غطي بس المشروع ده احتياجات الفنادق. مفيش حاجة بنبدأها غير دايما بنحلم، يعني عمر ما بدأنا، لما بدأنا المخلفات الصلبة دي كنا حملة وبنحلم إن احنا ناخد مدينة. دلوقتي بنشتغل في حاجة ضخمة جدا. شايفين حضراتكم القرش ده من أضخم الأسماك البحرية في العالم وموطنه البحر الأحمر، ورغم أنه من فصيلة القروش إلا أنه وديع جداً وعمره ما بيهاجم إنسان أو حيوان، مسالم جداً، وهو من أكتر أنواع القروش اللي بيعشقها السياح خلال ممارستهم رياضة الغوص في محافظة البحر الأحمر. لسه مكملين مع حضراتكم رحلتنا من محافظة البحر الأحمر، ودلوقتي احنا هنتوجه إلى الغردقة وتحديدا مقر جمعية هبكة لحماية البيئة والحياة البحرية. هنقابل السيد نور الدين فريد المدير التنفيذي لجمعية هبكة عشان نتعرف على مشروعاتهم المهمة اللي نفذوها فعليا لحماية البيئة والحياة البحرية، وبالمناسبة هنفهم منه قيمة كل نوع من أنواع الدلافين والقروش والسلاحف وعائدها القومي من السياحة. خليني أبدأ مع حضرتك من نقطة مهمة جدا، إزاي قدرت تتحمل كل واحد مسؤوليته تجاه البحر تجاه البيئة؟ عندك أصحاب مراكب، أصحاب فنادق، عندك زوار لهذه المدينة الساحرة الغردقة، إزاي كل واحد قدرت تفهمه إن عليه مسؤولية تجاه البيئة في البحر الأحمر؟ فكرة هبكة بدأت من المستخدمين اليوزرز نفسهم اللي هم أصحاب مراكز الغوص ومن الناس المصريين والأجانب. لما بدأوا يمارسوا نشاط الغوص في بداية الثمانينات وأوائل التسعينات لاحظوا إن فكرة إن هو يروح عشان يروح مكان الغوص لازم يرمي الهلب
او المرسى بتاع ده بيدمر الشعاب المرجانيه وممكن هيدمر مستقبله بعد كده. وهي دي الفكره، ان هو قال انا لازم احافظ على اكل عيشي وعلى رزقي للمستقبل قدام. وفكروا، ودي كانت بدايه نواه الشغل بتاعت هيك، ومن هنا كانت اسس فكره ازاي احافظ على البيئه عشان اقوم بسياحه قايمه على البيئه وسياحه مستدامه تفضل لسنين قدام. هبكه بدات كفكره امتى؟ كفكره بدات في 92، 95 رسميا اشهرت مجموعه من زي ما قلت حضرتك اصحاب مراكز الغوص المصريين والاجانب، وكان فيها برضو ناس من القوات المسلحه الله يرحمه اللي هو شفيق وهدان، ده كان رئيس الاتحاد المصري للغوص. اسسوا، فكروا في تاسيس لهدف واحد ووحيد، هو الحفاظ على بيئه البحر الاحمر. ده مورد طبيعي ممكن ينضب لو حصل عليه استخدام مفرط، حصل عليه ما استخدموش بطريقه مستدامه، ما حاولتش ان انا احافظ عليه وانميه، وده هينتهي. ولو انتهى خلاص ما اقدرش ارجعه تاني، لا في سياحه ولا في فنادق ولا في وظائف ولا فرص عمل. موضوع هيتحول البحر الاحمر ده لبحر ميت. بالظبط. هو ده اللي جاب الناس تتفرج على التنوع الفظيع ده، وفي نفس الوقت ملزمين ان احنا نحافظ على التنوع ده ونحافظ على البيئه دي، لان هو ده السياحه قايمه عليه. المحافظه كلها قايمه على البحر. بالظبط. صحيح. طيب المسؤوليه بنيناها وبدانا ننفذ مشروعات هدفها حمايه البيئه. تمام. من اعظم المشروعات اللي نفذتوها الشمندورات. طبعا. كوره فيها حبل، صاحب المركب بقى لما كان بيدغدغ حرفيا في الشعاب المرجانية يومياً 2000 مركب بتربط في قلب الشعاب المرجانية إلى إن هو بيربط في شمندورات. بالظبط. إزاي بتتثبت والفكرة جت إزاي ونفذتوا المشروع؟ مين اللي صرف عليها مشروع زي ده؟ بيتكلم النهارده في 1400 شمندورة في البحر الأحمر. الحمد لله من بداية الفكرة مع هيبكا لما قلنا مفيش حاجة اسمها مرسى يترمي في البحر، لأن زي ما حضرتك قلت يعني هيبقى المركب ده ما يرموش وخلاص. لا خلاص انتهى، يعني بقى عرف، الناس عارفة، بقت اللي بيعمل كده دلوقتي دي بقت مخالفة وبقت جريمة، بقى بيتحاسب عليها كمان. عند حضرتك في هيبكا في آلية لمعاقبة المخالف؟ احنا جماعة أهلية، ما لناش السلطة إن احنا نعاقب، بس نقدر نبلغ على الناس وصوتنا عالي لينا مصداقية. بالظبط كده، بنبلغ وعندنا ابلكيشن. ده زي ما حضرتك قلت برضه في النهايه، الناس اصحاب المصلحه سواء التورست السايح او اصحاب المراكز الغوص هم اصحاب مصلحه للحفاظ. صحيح. لما بيشوف حد بيخالف بيتصور وبنتداول الصوره دي ونوصلها للمسؤولين وبياخد الاجراء القانوني ضده. الدنيا اتقلبت لما واحد اصطاد دوجونج وقال لك مش عارف. طبعا. كارثه طبعا. فقدان للمسؤوليه بشكل كامل يعني. هم 12 واحده في البحر الاحمر كلهم على ساحل الناحيه بتاعتنا، احنا عندهم 12 واحده، لما ياخد واحده منهم دي كارثه. طب فكره المتحف العسكري الغارق. احنا هنجيب اليات عسكريه لو نرميها في البحر. تمام. بعد سنه 2-3 بتبدا تتكون عليها شعاب مرجانيه والسمك بيسكنها. صح ولا لا؟ السايح نفسه بيحس بيها؟ من قبل ما السمك يسكنها هو في نوع من الغوص اسمه الغوص على الاجسام الغارقه، الريك دايفنج. الناس مركب غرقانه اي حاجه تحت المايه عايز ينزل يغطس يتفرج عليها تحت المايه، فمن قبل ما يبدا السمك الناس عايزه تتفرج على الدبابه. يعني نجحت الفكره؟ طبعا نجحت. عملنا كم موقع بقى؟ عملنا 3 حاليا من 7 مواقع في الخطه متحددين. متحددين في وموافقه البيئه وكل حاجه. مش لازم مشاكل. بيئيا موافقه، بس احنا ساعه لما بنيجي نعمل الاغراق بتبدا بقى تعمل شويه اجراءات لحاجه ليها علاقه بالسلامه البحريه وتحددها بالظبط على الموقع على الجي بي اس والكلام ده عشان تتضاف للخرائط عموما، الخرائط الملاحيه. دي اجراءات بس، لكن هو متوافق عليها وخدنا دعم كويس جدا، يعني المحافظه بتدعم جدا في الموضوع ده، وزاره البيئه بتدعم في الموضوع ده. القوات المسلحه طبعا دعمتنا ان هي تدينا اصلا معدات زي كده، يعني ده برضو ده دعم، ان حاجه زي دي مش طبعاً. مش كل الناس بيها، مش اي حد هيروح يشتري دبابه يعني. العالم كله اللي ما عندوش اماكن غوص، يعني حضرتك دي كانت برضو فكره بدات من الدكتور محمود حنفي استشاري العلمي للجامعيه، قال محاضره استاذ الاحياء البحريه. عالم كبير. طبعا. قال محاضره واحده في الاردن، هم ما عندهمش ساحل كبير، قال محاضرة في الأردن واتكلم عن موضوع ان انت نخلق حيود مرجانية صناعية، بعدها بشهور كانوا منزلين على طول المعدات وبقت مشهورة جدا. هم يعتبروا بصراحة هم اول ناس عملوا الفكرة دي، يعني نفذوها. الفكرة جاية من هيبكا والفكرة اتنفذت هنا، واحنا ان شاء الله هنكمل المواقع، والهدف زي ما قلت حضرتك ان انا عايز اقلل الضغوط على المواقع الغوص الطبيعية.
فلو اعتبرنا ان ده موقع غوص بيتعمل عليه 20,000 30,000 غطس ايا كان العدد، وخلقت موقع اتراكشن نقطه جذب جنبه، هخفف من العدد اللي عليه. بنخلق النقطه وبعدين نبلغ اصحاب المراكب؟ لا، عملنا افتتاح وعرفنا الناس، وفي مجتمع الغوص بيعرف، وعلى طول يمكن قبل ما بنفتح الموقع الناس كلها عايزه تغطسه. وده اللي اتمناه على فكره للمحاريات اللي انتوا بتنتجوها في المشروع بتاع مرسى علم. اتمنى حفله وننزل المحاريات دي في البحر في مكانها، وتعمل حصيره من المحاريات، العالم كله يتفرج عليها بالوانها الجذابه دي. يا ريت. نرجع تاني للشمندورات، وده هو ده فخر الجمعيه الحمد لله، ودي اساس الجمعيه. حبال الرباط، اكبر نظام حبال رباط في العالم، مفيش دوله عندها نظام رباط للمراكب بيخدم السياحه والغوص والسنوركلينج والكلام ده كله قد اللي موجود هنا في البحر الاحمر، بالذات يعني على ساحل البحر الاحمر المصري. يعني احنا زي ما قلت هيك عملنا بعض عدد من شمندورات في 2008 في جده، في ابحر في جده، وعملنا عدد برضو في الاردن، بس 1400 شمندور من شمال الغردقه، من بدايه المناطق الجزر الشماليه لحد حدودنا مع هي السبان. مثبتها في الرمل بايه؟ هو جسم معدني عامل زي السهم كده، عشان كده اسمه مانتا، شبه الحيوان المانتا اللي تحت الماي، بيفضل يدقه، بندق لحد ما بتنزل لعمق معين، وبعد كده اول ما بيشدها بتفتح، عامله زي الفشر كده بتاع عارف زي الفشر المسمار الفشر زي كده، ويفتح خلاص ما تطلعش، ويتربط بطرفه. وتصميمه دي مصريه؟ تصميمها مصري يعني احنا اللي صممنا؟ لا، ده نظام اسمه الهالا سيستم، نظام امريكاني. هو بيستخدم في تثبيت الجوانب الصخريه، بس استخدمها بطريقه الروبوت. طب صيانتها بقى سنويا؟ انت عندك بتقول 1400 نقطه، صيانتها اكيد مركب خلعت، مركب شدت، مركبين ربطوا، قاموا خالعين واحده وما طالعين. عارف عندنا ما شاء الله الاهمال ظريف يعني. فيعني بتتعاملوا ازاي مع الصيانه دي؟ والله احنا الحمد لله مواردنا اللي هي في ناس جاهزه دايما، فرق صيانه للشمندورات. احنا عندنا بقى جدعان بقى بجد. ايوه، فريق الشمندورات 12 واحد. تخيل بقى اللي بيعملوا ال 1400 في على ساحل البحر دول، 12 واحد في عمق البحر وعلى اعماق وعلى كيلوات بيشتغلوا. 1000 كيلو، 12 واحد عندهم جدول صيانات دوري، بيشتغل كل يوم، بيطلعوا البحر كل يوم، بيطلعوا يعملوا، لا يبصوا على الشمندورات كلها، يطلع يصين، يصين، يعمل تشيك، يشوف اللي مخلوعه يعملها، يركب جديد، وهكذا. موارد هبكة في البدايه خالص، بدايه المشاريع دي كان اول دعم جالنا كان من وزاره السياحه، وبعد كده بعض المنح الاجنبيه جت. حاليا احنا من ضمن نشاطنا اللي اشتغلنا فيه بقوه، هو بعد بقى ما خلصنا زي ما شاء الله الوعي البيئي وحملات النظافه والكلام ده. حملات النظافه دي لاحظنا ان مهما عملنا حملات نظافه عند نقطه معينه خلاص، ما يعني لازم البر او الارض تبقى نظيفه عشان البحر يبقى نظيف. صحيح. فبدانا خدنا حمايه الحياه البحريه في البحر. بالظبط كده. فاخدنا تجربة إدارة المخلفات الصلبة، ودي كانت بصراحة من أحد التجارب اللي في الآخر وصلتنا لنشاط بيجيب لي فلوس أو بيجيب لي إيراد أقدر أصرف بيه على حماية البيئة، خلاها برضو نظام مستدام. أنت حاسس الناس بتعرف كلها بعد المجهود ده كله و30 سنة من الشقة للحفاظ على البحر والحياة البحرية والبيئة؟ إلى حد كبير بس لسه محتاجين أكتر، لسه محتاجين اكتر بكتير، لان البحر الاحمر بدا مع الزياده في الاستخدام، وده اللي احنا بنحاول نشتغل عليه دلوقتي، بدا ان هو يبقى عليه ضغوط، سواء من الصيد، سواء من اعداد اللي هي متزايده جدا من السياحه اللي احنا عايزينها. احنا عايزين سياحه زياده، بس عايزين ندير زي ما قلت حضرتك، ندير الموضوع بشكل افضل شويه. البحر الاحمر بحر زي ما قلت حضرتك، بحر فريد، بقى مسؤولية عالمية، بقت مسؤولية البشرية دلوقتي الحفاظ على البحر الأحمر أو الشعاب المرجانية في البحر الأحمر. إحنا سميناه الجريت فرينجنج ريف أو الحيد المرجاني الأعظم. ليه هو الحيد المرجاني الأعظم؟ ده أكتر من 2000 كيلو شعاب مرجانية.
يقدر يستخدم كبراند نيم، كمسمى تسويقي، ويقدر يستخدم ناس اوعي استخدمه في التوعيه، الناس تعرف اكتر ايه اهميه. ناس كتيره ما تعرفش ان الشعاب المرجانيه ده حيوان مثلا، ده حيوان حي، حيوان المرجان طبعا، حيوان حي بيتكاثر زي الانسان كده اهو. ان في وقت معين من السنه اللي بيسموها الماس سبورنينج، الشعاب المرجانيه دي كلها بترمي البيض بتاعها، فجاه بتلاقي البحر ده عليه ريم كده لونه احمر، احمر، فمع الشمس بيبقى لونه فعلا البحر بيبقى لونه احمر احمر. ده بمناسبه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، انا شفته في متحف العجائب. انا قبل ما اقابل حضرتك هنا انا كنت في مرسى علم بشوف مشروع على البحر، ده واحد من المشروعات اللي انا متابعها من 5 سنين يعني حضرتك. فاحنا رحنا هناك اتفاجئت بان هم نفذوا مشروع عظيم جدا، متحف بيروي حكايه البحر الاحمر، قصه البحر الاحمر وعلى احدث تكنولوجيا، وانت بتدخل حد بيستقبلك يكلمك بالهيلوجرام، حاجه روعه. المتحف ده لغايه النهارده ما فتحش ليه؟ والله هي كانت ظروف، احنا بدانا يعني تخلص وفتحناه رسمي في 19، وبعد كده جت ظروف كورونا، وظروف كورونا دي قعدت كذا سنه، وبعديها احنا دلوقتي نقطه هل الانسب ان رجعنا للاعداد، ما بيجيش للمنطقه هناك اعداد كافيه، محتاج تسويق اعلى بكتير جدا. طبعا ما احناش ما عملتوش في الغردقه مثلا، احنا عملناها هناك لان اصلا المكان هناك ده احنا تاسيس كل الموقع في بورت جالب اساسه عشان يبقى منطقه يعني مكان لدعم البحث العلمي. هل احنا مقصرين في التسويق في التنشيط السياحي بشكل من الاشكال؟ اقدر اقول لان السياحه برضو عندنا هنا في مصر كلها سياحه باكجز، لو انا ما حطيتلوش المنتج السياحي ده في الباكج، صعب ان انا اسوقه له. شركه السياحه اللي بتحرك الكلاينت من مكان لمكان لمكان، او الزبون من مكان لمكان. ده انت بينك وبين مطار مرسى علم 3 كيلو من المكان هناك، يعني سهل جدا. احنا شغالين، احنا قريب جدا هنفتحه، وتشرفونا طبعا هنفتحه رسمي وهيشتغل رسمي. وزي ما حضرتك قلت بقى، حته المطار، ان مرسى علم مدينه، كمدينه مرسى علم هي نقطه بس، هي الفنادق ممتده 60 كيلو شمال مرسى علم، ويمكن اكتر كمان من 100 كيلو جنوب مرسى علم، فالحركه مسافات كبيره، فبس كله بيسافر من مطار. فاحنا هيبقى دي نقطة الوصول ونقطة السفر، الناس بتتجمع ان شاء الله عند المتحف يقضوا اليوم او يشوفوا المتحف وبعد كده يقدر يسافر. متى ستنجح في انتزاع موافقة وزارة البيئة على اعادة المحاريات الى البحر وعمل حصيرة من الالوان البديعة؟ نتمنى بقى. انا متخيل نفسي راكب طيارة كده ببص تحت الاقي بحار بعدد لا نهائي وكله الوان بديعه جدا. والله احنا بقالنا فتره وفي بروتوكول اوريدي اتقدم لوزاره البيئه، وفي انتظار ان يجي موافقه بان هو ينزل الميه، بس احنا جاهزين، احنا عندنا الاف. انا حضرتك شفت الشقه مكدسه فيه الحاجات دلوقتي، احنا محتاجين فعلا ننزل كتير البحر وناس هتنبسط بيه. خلي بال حضراتكم، مشروع تدوير المخلفات الصلبة في مدن البحر الأحمر اللي نفذته جمعية هبكة ليه دور عظيم جداً في حماية الحياة البيئية البحرية من أثار المخلفات الصلبة، وبالمناسبة طاقته بتتجاوز 500 طن في اليوم الواحد من المخلفات الصلبة، وبيمتلك حوالي 100 معدة، يعني اسطول بجد، ومنظومة متطورة لتدوير المخلفات العضوية وتحويلها لأسمدة الكمبوست. ليكوا دور عظيم جدا في تدوير المخلفات والحفاظ على البحر، وان احنا نجمع البلاستيك ونجيب متطوعين. ده بيجي لك متطوعين من كل العالم عشان خاطر يساعدونا في هذه المهمة. مصريين كتير بيجوا برضو يساعدونا، طلبة بيساعدونا، الأجانب اللي عايشين في الغردقة بيساعدونا، بس طبعا بيساعدوا في حملات النظافة. المشروع النظافة أو عقد النظافة اللي مع الجمعية ومجلس مدينة الغردقة أو مدينة الغردقة ده حاليا تجربة من التجارب اللي تقدر تقول يعني فريدة في مصر كلها. احنا بنشتغل بطريقة هدفها الأساس الحفاظ على البيئة. مدينة الغردقة من مدن اللي نقدر نقول ان هي من أنظف المدن، بنقوم بعملية الجمع والنقل والمعالجة والتخلص من المدينة ومن الفنادق ومن القرى السياحية، وبنعمل نوصل لمراحل اللي هي بنجهز الحاجة اللي هي بقى الحاجات القابلة لإعادة التدوير، بتبقى جاهزة وبتروح للمصانع التدوير والكلام ده كله. حققنا مصنع التدوير مفيش زيه في مصر، عالمي، أعلى عالمي بصراحة. عندنا
كم معدات وعلى طول بنصرف وعلى طول عايزين نجدد فيها، مش بقول انا خلاص فاضل لي سنه. عندكم هناك اكتر من 100 معده؟ عندنا 100 اكتر 100 معده عربيات ولوادر وعربيات نقل وكله. احنا برضو في حاجه هتلاقيها موجوده عندنا مش موجوده في اي منظومه مخلفات صلبه، وهي ان احنا بنجمع بالذات من الفنادق اللي هي بتطلع كميات من المخلفات العضويه بواقي الاكل كتير جدا. انا عندي منظومه مخصوصه بتلم المخلفات العضويه بس، ومنظومه مخصوصه بتلم المخلفات الصلبه لوحدها عشان ما يحصلش خلط ما بينهم وده يلوث ده. المخلفات العضويه بقدر اعالجها وبقدر ارجع استخدمها تاني، سواء بتتعمل كومبوست، سواء بتقدر تتجفف وترجع تروح علف للحيوانات. القروش سمكه مفترسه ولكن موجوده؟ لا مش مفترسه. طيب لا 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 لا، ده القرش ده حبيبنا. انا عايز اقول لك حاجه، انا بستفزك لان انا عارف ان في ناس لو نزلت البحر وما لقيتش قرش بيعتبر ان هو مغطس. اه طبعا، لان هو بينزل يلعب معايا وبتاع. لكن الحوادث اللي حصلت اسبابها نقص الغذاء، اسبابها ما بنعرفش نتعامل معاه، ايه اسبابها؟ زي ما حضرتك قلت، سبب من الاسباب، واحد من الاسباب المهمه جدا، هو قله كميات السمك اللي بيتغذى عليها القرش، فبدا يخرج من المناطق الطبيعيه بتاعته ويدور على حاجه تانية، وبيدور على الفرايس السهله. القرش ده سمكه بتجيب في السنه الواحده للدولة هنا اهو اكتر من 250 الف دولار. سمكة القرش الواحدة من الغطس عندها؟ من الغطس عليها. ناس بتسافر زي ما حضرتك قلت من بلاد من العالم كله يجي يتفرج. احنا عندنا جزر الاخوين، زبرجة، ده ابو الكزان، كل دي مناطق ناس بتيجي مخصوص تتفرج عشان تلعب مع القرش. دايما بنقول في الغطس look and don't touch، ما من بعيد لبعيد، حافظ على مسافتك وشوف واتفرج. قروش كتيره، حاجه مبهره وممتعه وحاجه يعني سبحان الله. في اي قروش خطره ولا كلها مسالمه ونقدر نتعامل معاها؟ القرش مش، لا طبعا مش خطر، ولا في حاجات كتيره تانية ممكن تكون خطره اكتر من القرش انا ما بشوفهاش. يعني في انواع من الاصداف معينه مثلا لو انا مش شايفها ممكن فيها سم، انواع تانية من الاسماك، بس يعني هي في النهايه ما المسي ما استخدمش ايديا، انا نازل اتفرج احترم البيئه اللي انا فيها هستمتع. هيك ملايين الناس بتيجي تغطس، ما بنسمعش كل يوم ان في مشاكل. تجربه هبكه في البحر الاحمر حقيقي متميزه ونموذج لعمل الجمعيات الأهلية الغير هادفة للربح في مصر، ونجحت في تحقيق رواج سياحي في منطقة البحر الأحمر وتشجيع المطورين العقاريين على تنفيذ مشروعات عملاقة في المحافظة، لأنها نجحت في الحفاظ على ثروات مصر من الأحياء البحرية والمحاريات والشعاب المرجانية المهددة بالإنقراض، واللي من غيرها فقدت مصر كتير جداً من مقوماتها السياحية اللي تعتبر من أهم روافد الدخل القومي.